كابتن عادل، المنتخب عايز اسمع وجهة نظرك في النقطة. هل يكمل كارلوس كيروش مهمته او يبدأ مهمة جديدة بمشروع خلال الاربع سنوات اللي قالهم الكابتن شريف عبد المنعم، ولا حضرتك شايف ان لا شكرا كارلوس كيروش من وجهة نظرك ويكمل لحد اخر او يجي حد اخر سواء مصري او اجنبي؟ يعني انا مش عايز استفز الناس، بس هو يعني كيروش انا من 6 شهور اللي هو بيعمله شايفه، انا دارس تدريب. اوكي ايوه، ما انا عشان كده بسالك. فانا شايف ان الراجل ده علشان يخطط لاربع سنين، هو في خلال 6 شهور ما عرفش يخطط للست شهور دول اللي هم يودونا كاس عالم. اوكي، ما اختارش الكفاءات اللي هي رايح البطوله العربيه اخد بقى منتخب اولمبي، اخد اي حد رايح امم افريقيا، اخد الناس اللي هي بحيث ان انا ما بقاش في ماتشين السنغال ابقى مرهق. محمد صلاح مش قادر يقف، بيطلع من ليفربول على على افريقيا على السنغال مع الضغوط مع السفر. بس ساديو ماني كده يا كابتن برضو، يعني ما ساديو ماني نفس بالظبط. ساديو ماني كان كويس بصراحه، بس برضو انتاجه محترفين. ساديو ماني برضو صح، وجهه نظر. ساديو ماني برضو النهارده ما ادى يعني جهد، لكن ما فيش الخطوره صح اللي بيلعبها النهارده، ما كانش كويس غير هناك صح، غير مباراه. فانا عشان اخطط لكاس عالم لابد ان انا كان في ضغط اعلامي عليه، البطوله العربيه أم افريقيا لازم تاخدها مش عارف ايه، هو استجاب للضغوط دي. فتروح لكاس عالم تلاقي نفسك بتختار لعيبه بطريقه عشوائيه، بتلعب ناس يعني دونجا انت ما كنتش واخده، محدش فاهم زي ما كان بيلعب مصطفى محمد بيلعب وينج رايت برضه في بطوله افريقيا، كان بيلعب مصطفى محمد وينج رايت وكان بيلعب صلاح راس حربه، ويعني فطبعا عمليه الاخطاء القاتله ديت مع عدم التحضير. انا برضو علشان رامي ملوش ذنب، النادي الاهلي واخد اجازه فانا باخده وهو ما بتمرنش. طب يعني انا المفروض الجهاز حتى يعني انت مش عارف ان انت الراجل ده جاي من اجازه؟ طب يعني فطبعا دي حاجات كلها مش عارف بصراحه، ما اقولش انها ضربات جزاء حظ، لا اللعيبه أدت اللي عليها 100%. أوكي. الجانب الفني يا كابتن ما كانش موجود. أوكي. أنا عايز حضرتك كل الزملاء اللي موجودين، المفروض المدرب وهو بيشتغل في التدريب بيحفظ اللعيبة بتاعته جمل. إيه؟ قول لي على جملة واحدة النهاردة بتتعمل، جملة واحدة توصلني إن أنا أبقى أشكل خطورة. يعني كلها حاجات فردية، يعني زيزو ياخد من ناحية الشمال وبعدين يموه وبعدين يدخل للداخل وبعدين يا إما يرفع يا إما يشوط، دي حاجة فردية. انما الحاجات الجمله اللي بتبدا من تحت من عند الشناوي لمنعم لكمال ده لو بيلعبوا يعني حضرتك تقصد الجمل دي؟ اي مدرب جوزيه كان مش كان بيحفظ جمل؟ تلاقي الماتش عباره عن 5 6 جمل ومتكررين. فهو يعني موسيماني، يعني النهارده لو موسيماني في الماتش ده لازم يكسب، لازم يكسب، لانه راجل مش من النوع المنفعل. الانفعال بتاعه اللي بره الملعب منعكس على اللعيبه. انا لما اكون متوتر طول المباراه بينعكس على اللعيبه ولا بينعكس على اللعيبه؟ اوكي. النهارده اي صفاره للحكم، الكل بيشوح والكل رايح يجري عليه، ومش الماتش ده بس، كل ماتش حتى في البطوله العربيه. في البطوله العربيه بعتوا له قالوا له بيحزوا يعني بيحزوا مصر جدا، بيحبوا مصر جدا، قالوا من فضلك اهدى شويه على الحكام علشان احنا ما يصحش ان الحاجه دي تتعمل مدير فني بحجم دوله مصر. برضو على طول في كل مباراة الانفعال ده بيأثر على اللعيبة، فتبص تلاقي النني منفعل جدا، محمد صلاح في كل كرة بيروح يكلم الحكم. طب انت تركيزك هيبقى فين؟ انت المفروض تركز انك انت اروح كاس عالم عن طريق اجيب جول. الجول ده كم جول احنا جبناهم في التصفيات او في اجوال قليلة جدا، التلت الاخراني يا كابتن ما بنوصلش بجملة، مفيش خطوره. يبقى اذا حضرتك من الواضح ان انت كده مش مع ان كارلوس لا يا كابتن يعني اسال اي حد في الشارع. لا لا يعني انا بس لا انا عايز انا أنا, انا انا من وجهه نظري، انا من وجهه نظري انه لابد اتحاد الكره ملوش ذنب طبعا في 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 الموضوع بتاع كارلوس. هو جه كده، هو جه وقف وسنده جدا وعمل له كل اللي هو عايزه. لكن انا باخد برضه على الجهاز الفني المعاون ان انا كان برضه ممكن اوضح، انا واخد 25 لعيب من البدايه انهي بيهم ماتش السنغال. اوكي، دي يعني حاجه لا مفر منها. وبعدين يبقى فيه الاربع سنين اللي جايين ان شاء الله بعون الله يبقى فيه تخطيط، والتخطيط ده يبقى الناس شايفاه وعارفاه بالظبط. انا يا كابتن هاجي لاعب فرنسا
كمان شهرين، يبقى الكلام ده محطوط في الاجنده بتاعه المدير الفني اللي جاي. في مدير فني للاتحاد ده، تعالى انت هتقعد هتختار المدير. هينتهي عقده بالمناسبه نيلو فنجان ده اخر الشهر ده برضه. المدير الرياضي او المدير الفني اللي موجود في الاتحاد يعني يختار بعنايه، عشان لما اجي اختار مدير فني اختاره بعنايه. أوكي. لما اختاره بعنايه هيعمل ايه؟ عنده نظام. احنا شفنا كابتن وكابتن شريف وكابتن اسامه، الراجل بتاع السعوديه رينارد عمل ايه؟ كاس عالم مغرب البطوله اللي فاتت، السنه دي كاس عالم وكوت ديفوار برضو قبل كده وكوت ديفوار وزامبيا اعتقد، والنهارده السعوديه وصل لكاس عالم، ولسه في ماتشات، كان لسه في ماتشين وصل كاس عالم. ده الراجل كان بياخد 10,000 دولار وبدايته كنت دايما بقول الراجل ده مدرب على اعلى مستوى، هو لسه بيبتدي اول خطوه. يعني وجهه نظري ان هو كان بيقدم اوراق اعتماده وهو بيدرب المنتخبات. اوكي. فالشخصيه الكاريزما الشخصيه القويه، وبعدين مفيش انفعال. لعبه كره القدم لعبه هاديه فيها هدوء مع حماس. اعرف افكر امال ايه عشان اعرف افكر. النهارده كل الولاد متوترين، العضلات في ضربات الجزاء يا كابتن. لو انا متوتر هخش، عشان محمد صلاح عمره ما ضيع ضربات جزاء الا حاجات نادره نتيجه التوتر اللي موجود، سواء من الجمهور زي ما حضرتك قلت او نتيجه الانفعال اللي طول الماتش في ضرب من هنا وضرب من هنا، والحكم احيانا ما كانش بيحمل هنا ولا هنا. فالامور دي كلها لابد يبقى فيه نظره، والناس اللي بتوع الكوره يقعدوا مع بتوع الاتحاد يتعمل كده ورشه. الورشه دي ايه رايكم المدير الفني اللي جاي يبقى مواصفات 1 2 3 كلنا واقفين معاه، الجهاز الفني اللي هيختاره يبقى بيختار بعنايه، مش تعالى خد عادل وخد فلان وخد فلان، لا يجي بالجهاز بتاعه بالكامل سواء مصري او اجنبي. كابتن شريف، قبل برضو ما اروح للاهلي ونتكلم عن الاهلي، انا عايز اعرف رايك عن استمرار كيروش، مع استمرار كيروش ولا لا؟ لا لا واضحه. واضحه صريحه طبعا. اوكي. بص انت عايز مدرب الماني اشمعنى لا يشاركه غير ادواته اللي هو عايزها شكل القوى البدنيه، الاعمار السنيه، اللي احنا بنتكلم بقى على شكل احترافي. اوكي. مش زي كروش لما جه قال لك ايه، هم فين المحترفين اللي عندك؟ اهم هاتهم وروني كده الدوري بتعملوا فيه ايه؟ هات 1 2 3 نجربهم هنا شويه وبعدين ينساهم يرجع تاني لنفس المقوله. تفضل تتكلم في كوكا وتفضل تتكلم في مصطفى محمد لعب كويس او ما لعبش كويس، موجود. مرموش حالته كويسه او بدنيا او متعور، موجود. هو في ناس بتعتمد على السمع، شراء العبد ولا تربيته. اوكي. انا ما هم دول اللي عندك، انا هعتمد يا صلاح ايه الاخبار، مين كويس هنا بتاع، يساعده صلاح بكلمتين بتوجيهات ما اعرفش ايه، يحطوا الافكار مع بعض ينموا الشكل. كانت واصله وكانت الحكايه تمام التمام، وكسبت 1-0 في مصر، وكنت بتتمنى انك انت الجون اللي دخل فيك النهارده في اول دقيقتين ده يتاخر شويه وتروح للملعب، تقدر انت تخش وتجاري طول ما 0-0 انت تقدر حاجه عندك شخصيه. بس 1-0 كانها 0-0 خلي بالك. ما هي 1-0 خليتك برضو تنشئ بالقوه البدنيه. انت عارف يا كابتن ان 2-0 كمان توديك كانها برضو 0-0 يعني 0-0 جبت جول خلاص. نعم. لو رديت جول خلاص. ما هو ده اللي انا بقوله ان الجون ده ليه يوترك؟ ده انت 0-0 1-0 2-0 كانها 0-0. طيب عشان ارد على سؤالك، هو وتر الشعب المصري كله من ساعه ما جه خلاص. عشان نقفل انا اتوترت على فكره. ما انا فاهم، بس يعني انا برضو قعدت هو مدرب وكل حاجه، ما كانش معاه وقت كافي. اوكي. انه يمسك اي منتخب. حضرتك بتتكلم 4 سنين. اي منتخب. اوكي. هو ما كانش معاه وقت كافي يمسك اي منتخب الراجل. تمام. لما جه اقصاء مدرب شغال وكلام من ده وما اعرفش ايه، انا ما بحبهاش. يجي ناس سوشيال ميديا تقطع في حد تمشيه وتعمل ومعاه لعيبه، نبص نلاقي اللعيبه كلها اللي موجوده ما بقتش موجوده. يعني فرقه شوقي غريب اللي كسبت بطوله افريقيا دي، انا كنت فاكر ان هيحصل شكل انت يعني تنميه للموضوع ويكملوا وبتاع وياخدوهم و اكرم توفيق وفتوح والناس كلها كانت بس في عناصر فيهم كتير برضو دخلت بس يعني اكرم وابو الفتوح ومصطفى. انا قصدي على الفيوتشر يعني على المستقبل، ان انا خلاص بقى ربنا بيديني ساعات
طريق كده ينوره لي واخد بطوله افريقيا واروح كاس عالم ويطلع معايا الشناوي. صلاح لعب في كاس العالم ده؟ لعب. طبعا. اللي فات؟ لعب اللي فات. كاس العالم اللي فات لعب. خدت بالك؟ روسيا. ايه يروح معايا كاس العالم صلاح؟ هو اللي مصعدنا كاس العالم. والتنميه خدت بالك؟ لا انا بتكلم على بتاع ال 23 سنه. لا 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 ما كانش موجود. ما كانش موجود. الاولمبياد. فكان الفريق ده مكمل بيه صلاح، يعني بعد كده نكمل بصلاح نكمل بشا يعتمد على الشباب تقريبا. هم يا كابتن عشان تبقى حضرتك عارف، عارف هناك كانوا بيلعبوا بمين؟ الشناوي باك رايت، اكرم باك ليفت فتوح، باك ليفت فتوح، الاثنين السرد باكين حجازي والونش بس كانوا كبار بس واخدهم هو الكابتن كان شاوي مستعين بيهم. وسط الملعب المجموعه اللي كانت مفيش النني اكرم توفيق اكرم توفيق مفيش النني ما كانش فيه النني ما كانش فيه عمار كان بيلعب في نص الملعب احتياطي صح كان عمار مصطفى محمد راس حربه مصطفى محمد راس حربه ايوه احمد ياسر ريان طارق و رمضان صبحي ومرموش ما خدش مرموش بس رمضان صبحي رمضان صبحي انا بقى هم دول اللي انا عايز بقى اسلام الفرقه دي ابراهيم عادل بقى يبقى موجود الفتره اللي جايه عايز هدول اللي انا بدور عليهم بقى اللي قدام انا يعني او الشكل يعني حضرتك مش مع ان كروش يكمل لا لا خالص الكيمستري بتاعتك كروش اعلى مننا شويه احنا مش فسيبنا في حالنا احنا مش قادرين كجمهور خلتنا خلى الجمهور لعيبه ومدربين يعني خلتنا نشاركك في الحكايه كلنا فما افتكرش ان في نقطه فنيه تيم السنغال بيملك قلبي دفاع طوال جدا خد على الارض لا انا محمد شريف الماتش ده بتاعه الماتش ده بتاع محمد شريف عنده حركه حتى في الحركه والمراوغه وبيستلم وبيدور 180 ويحطها في البعيده بيستلم. ده ماتش محمد شريف مش ماتش مصطفى محمد مع احترامي لمصطفى مصطفى الكرات العاليه بس انا تيم زي ده سلايا يشتغل مع حمدي يشتغل معاه كابتن عادل محمد صلاح يشتغل معاه انت عايز تودي محمد صلاح للجول ما قفشه قاعد بره كلنا قلنا قفشه يعني قفشه لو انت عايز تهدي سرعه الراجل هينزل شغال لحضرتك في سرعتك ايه حجم التعتم على ده وخدته مجامله طب خدته ليه؟ خدته الماتشين ليه؟ ده اللعيب الوحيد في نص الملعب يا اسامه اللي شايف وكاشف ويبعتني على الجول انا سهل لا هو واضح ان ما كانش سهل قوي ان هو يبعته ما كانش عنده الملكه هو واضح عشان يهدي ما كانش واضح ان ما فيش قناعه انه طب حضرتك مش بيفكر كيروش يكمل يا كابتن اسامه ولا لا؟ لا هو يعني هو خد فرصه طبعا وهو كان بيراهن على كاس العالم يعني حتى بطوله العرب قال لك انا بعد لكاس العالم لا لكاس العالم صح صح لا افريقيا لولا الضغط الجماهيري والاعلامي ان احنا مصر ولازم يعني ابتدى يهتم قوي بافريقيا كان برضو لما بيتكلم على كاس العالم صح فهو دلوقتي المهمه اللي هو جاي ليها هو خرج منها صحيح خرجنا بضربات الجزاء ودي بيبقى فيها نسبيا توفيق رغم انا قناعتي الشخصيه ان في مجمل الماتشين السنغال كان متفوقا طبعا. يعني في مجمل الماتشين بالاداء بالفرص السنغال كان اقرب للوصول صحيح ما وصلوا بضربات جزاء لكن دي حقيقه يعني زي ما انت داخل ماتش افريقيا في بطوله افريقيا جبت 4 اجوال ايوه خدت بالك ودخل فيك كام جول ايوه فانت دخلت فيك جولين يعني انت كل الوقت ده بقى لنا 8 سنين مش عارفين نعمل سترايكر انت مصر بتلعب مصر مش عارف تعمل ما هو سترايكر. ما نقطه مهمه صحيح انت 8 سنين ولا لا انت 10 من ايام متعب انت حتى في بطوله افريقيا ما فيش سترايكر صح بطوله افريقيا كل التركيز في الناحيه الهجوميه على محمد صلاح النهارده يعني لولا ان زيزو عمل كورتين لما نزل ناحيه الشمال كل التركيز على محمد صلاح محمد صلاح مش موفق انت مالكش مش حاسس انك هتجيب جون يعني صح. صح. مش حاسس ان انت هتجيب جون فما فيش شك انه واخد فرصه في 3 بطولات ولكن هي الفكره مين اللي هيجي بقى يعني هي دي الفكره بالزبط. مين اللي هيجي فهي دي لازم المقارنه اللي تحصل ودي بقى اتحاد الكره لازم يقعد ويفكر ويشوف ما هو انا ما ماشيش كارلوس كلوش واجيب حد اقل منه فهي دي الفكره مين اللي هيقدر يمسك الفتره الجايه فلازم يبقى في استراتيجيه واضحه للاتحاد هو ده يا كابتن احنا بنطالب بيه ان يكون هناك استراتيجيه واضحه لما هو قادم فقط